للسنة الثانية يواصل مكتب نورسات الأردن تنظيمه لبازار الرحمة الذي شهد على مدار 3 أيام متتالية إقبالاً ملحوظاً من المواطنين والمقيمين على موقعه في كنيسة السيدة العذراء للروم الملكيين الكاثوليك في جبل عمان، حيث راعى حفل الافتتاح سيادة المطران فينيديكتوس مطران الروم الأرثوذكس في الأردن، وبحضور المطران ياسر العياش مطران الروم الكاثوليك السابق والنائب في البرلمان الأردني قيس زيادين والسفير الإيطالي في عمان والسيد أكرم كريم فارس القبر المقدس وعدد من الآباء الكهنة والأخوات الراهبات وجمع غفير من أبناء ورعايا الكنائس من كافة محافظات المملكة. الدكتورة باسمة السمعان مديرة مكتب نورسات الأردن الجهة الراعية والمنظمة لهذا الاحتفال بالتعاون مع شبيبة الأردن للدراما المسيحية أوضحت في كلمتها أن إقامة هذا البازار الذي يهدف إلى بث روح الدفء للأسر المتعففة يأتي متزامناً مع ذكرى إعلان قداسة البابا فرانسيس بإطلاق يوبيل الرحمة، واستجابة كذلك لنداء الرب في أن نكون رحماء كالأب السماوي. ونحن في مكتب نورسات الأردن ومن إيمان شعبنا وعلى خطى بلدنا ونهج قيادتنا، فقد حملنا على عاتقنا المسؤولية وعاهدنا أنفسنا بأن نبقى الأوفياء للوطن والأمناء على العهد بالوقوف إلى جانب إخوتنا، ندعمهم ونشد على أزرهم بكل ما أوتينا من عزيمة وإخلاص. وهذا هو الأردن كما تعرفوه، الأنموذج العالمي الذي حمل على مدى تاريخه رسالة إنسانية نبيلة وضرب أروع الأمثال في تجسيد أواصر التآخي والمحبة والعيش المشترك بين عموم الناس على اختلاف ديانتهم وطوائفهم ومذاهبهم وأعراقهم. ونأمل بما يشتمل عليه هذا البازار من مشغولات يدوية، منتجات منزلية، مستلزمات لعيد الميلاد أن ينال إعجابكم وأن يحظى بإقبالكم على محتوياته الرائعة، لأن دعمكم لهذا البازار سيساعد العديد من أفراد الأسر المنتجة فيه وأغلبهم من الإخوة المهجرين من الموصل على الاستمرار في العمل والإنتاج معتمدين على أنفسهم وطاقاتهم وجهودهم الواضحة أمامكم. بدوره رحب الأب نادر ساوق راعي كنيسة السيدة العذراء للروم الملكيين الكاثوليك بالضيوف الزوار، مشددا في كلمته على أواصر الوحدة الوطنية وقيم العيش المشترك بين أبناء الشعب الواحد. افتتاح بازار الرحمة الثاني، وفيه تتجسد معاني الأخوة الحقيقية بنموذج العيش الأردني المشترك بين المسيحيين والمسلمين في وطن المحبة والتآخي والطلاق، حيث تتعانق فيه مآذن الجوامع وأجراس الكنائس. وبعد قص شريط الافتتاح والاستماع إلى عزف للفرق الفنية المتطوعة التي قدمت معزوفات فلكلورية ووطنية وترانيم ميلادية، توجه سيادة المطران فينيديكتوس وجموع الحاضرين إلى أجنحة البازار الذي شاركت به أيضاً العديد من المؤسسات الوطنية والشركات الخاصة، وجالوا بأروقته الواسعة وأجنحته المنظمة، وأبدوا إعجابهم بمحتوياته التي تشتمل على الكثير من المشغولات اليدوية والمنتجات الغذائية والحلويات الشعبية ومستلزمات عيد الميلاد. وفرنا لهم طاولات مجانية حتى يسوقوا منتجاتهم من أشغال يدوية. الأشغال اليدوية طبعا بتحتوي على صلبان، أيقونات، مسابح، بالإضافة لأشغال يدوية صوف للأطفال، ملابس معينة. الهدف منه الرئيسي بالدرجة الأولى هو خدمة العائلات العفيفة، والبازار يحتوي على 85 منتج من العائلات الخاصة. أن يكون هذا دعما وعونا لهم في حياتهم التي يواجهون بها الضنك ويعني عسر العيش، فلا بد من أهل الخير أن يمدوا خيرهم بهذا الاتجاه الصحيح.
احنا تعودنا من المملكة الأردنية الهاشمية احتضان العراقيين، احتضان اللاجئين، الخطوات الإنسانية. هذا البازار يعكس هذه الأمور والاتحاد الاجتماعي والخطوة الأردنية الرائعة. البازار مو فقط نلاحظ به مسيحيين، إسلام، عراقيين، من فلسطين، شفت من بيت لحم، خطوة جدا رائعة. وفي اليوم الثالث والأخير لبازار الرحمة قام سيادة المطران مارون اللحام، مطران اللاتيني في الأردن، بجولة تفقدية لأجنحة البازار، رافقه خلالها المونسنيور خوسيه سكرتير سفير الفاتيكان لدى الأردن والعراق، حيث عبر سيادته عن إعجابه لفكرة تنظيم البازار بشكل سنوي، مشيدا بنفس الوقت بالجهود المبذولة لإنجاحه. فعلا فكرته فكرة رائعة وفكرة جميلة وتجمع كل الطوائف المسيحية فيه بنفس البازار، وهذا إشي رائع وجميل ويجب أن نعمل عليه. ما رأيته اليوم من نشاط يتعلق بالبازار شيء عظيم، شيء باسل، شيء نريد أن يستمر ليس فقط ببازارات، في أي نشاط آخر يدعو الناس إلى الالتقاء بهذا الشكل الذي رأيناه.